بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بمناسبة فوز أداير بسباق الديربي الإنجليزي للخيل والذي أقيم على مضمار أبسوم ويعد من أعرق سباقات أوروبا للخيل. وأعرب جلالة الملك المفدى في البرقية عن أصدق التهاني لسموه بهذا الإنجاز الكبير الذي يمثل إضافة نوعية مشرفة لرصيد دولة الإمارات العربية المتحدة وسجلها المتميز في مجال سباقات الخيل على الصعيد العالمي. وأشاد جلالته بالدعم اللامحدود والاهتمام الكبير الذي يوليه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لرياضة الفروسية والتي أثمرت عن العديد من الإنجازات والنتائج المشرفة التي حققها فرسان الإمارات في مختلف السباقات الإقليمية والدولية.